السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض درس غاز ثاني أكسيد الكربون. أخدنا المرة اللي فاتت درس الأكسجين، النهاردة هنتكلم عن ثاني أكسيد الكربون، وطبعا هو أحد مكونات الغلاف الجوي. أول حاجة عايزين نعرفها تركيبه. يتركب ثاني أكسيد الكربون من إيه؟ من ذرة كربون مرتبطة بذرتين أكسجين ورمزه CO2، ذرة كربون C وذرتين أكسجين اللي هما O2. طب يا ترى نسبته موجودة كام في الهواء الجوي؟ 3% من الهواء الجوي. يبقى عرفنا تركيبه، ذرة كربون مرتبطة بذرتين أكسجين ورمزه CO2 نسبته 3%. طيب نتنقل مع بعض النقطة الجديدة. مصادر غاز ثاني أكسيد الكربون، يعني بحثوا عن مين؟ احتراق المواد العضوية زي الفحم، الورق، الخشب، وتنفس الكائنات الحية سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات، بالإضافة إلى البراكين. طب ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ لو زادت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي، اتفقنا ان نسبته 3% دي نسبة صغيرة طبعا، ولكن تكفي للاستخدامات او الاهمية بتاعته اللي هنقولها في اخر الدرس ان شاء الله. طب يا ترى ايه اللي هيحصل لو زادت نسبته عن 3% دي؟ طبعا لاحظ في السنوات الاخيرة ان ارتفاع نسبة ثاني اكسيد الكربون بسبب احتراق الوقود في المنشآت الصناعية ومحطات الوقود ومحركات وسائل النقل، بالاضافة لازالة الغابات. طب لو زادت النسبة بسبب الحاجات دي كلها ايه اللي هيحصل؟ ده طبعا هيؤدي لاختناق الكائنات الحية، هيؤدي الى اختناق الكائنات الحية، بالاضافة لحدوث ظاهرة اسمها ظاهرة الاحتباس الحراري. طب ظاهرة الاحتباس الحراري دي بتعمل ايه؟ دي بتسبب ارتفاع درجة حرارة الارض وتغيير المناخ، وده هيؤدي لذوبان الجليد الموجود على قمم الجبال والمناطق القطبية. طب ولما يذوب الجليد هيحصل ايه؟ ده هيسبب ارتفاع مستوى المياه في البحار والمحيطات، ويؤدي الى غرق كثير من المدن الساحلية. كل دوت بسبب ايه؟ بسبب زيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون. يبقى لو سألني تاني ماذا يحدث عند زيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون، هقول له يؤدي ذلك لايه؟ لاختناق الكائنات الحية وحدوث ظاهرة الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الارض وتغير المناخ وذوبان الجليد في المناطق القطبية، مما يرفع مستوى المياه في البحار ويسبب غرق كثير من المدن الساحلية. عايزين نعرف دلوقتي مع بعض ازاي ممكن نكشف عن ثاني اكسيد الكربون في المعمل. بيتم الكشف عنه باستخدام مادة اسمها ماء الجير الرائق. يبقى بستخدم ايه؟ بستخدم ماء الجير الرائق للكشف عن ثاني اكسيد الكربون. ليه؟ لان ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق. طب ليه بيتعكر؟ بقول ان ماء الجير الرائق هو عبارة عن هيدروكسيد الكالسيوم، وعند امرار ثاني اكسيد الكربون فيه بيحدث تفاعل ما بينهم، ما بين هيدروكسيد الكالسيوم وثاني اكسيد الكربون، بتتكون عندي مادة اسمها كربونات الكالسيوم لا تذوب في الماء فتسبب التعكر فيظهر رسوب ابيض خفيف. تعال بقى نشوف دلوقتي مع بعض تحضيره. بحضره في المعمل ازاي؟ من تفاعل مادتين، مادة اسمها حمض الهيدروكلوريك المخفف مع مسحوق كربونات الكالسيوم. حمض الهيدروكلوريك المخفف مع مسحوق كربونات الكالسيوم. طب تعالى يلا نشوف مع بعض كده فيديو ازاي بحضر ثاني اكسيد الكربون. زي ما اتفقنا، غاز ثاني اكسيد الكربون بيحضر من كربونات الكالسيوم، اللي هي المسحوق دوت مسحوق كربونات الكالسيوم، وحمض الهيدروكلوريك المخفف اللي انا حطاه فوق في القمه بحط اهو. يبقى عندي ايه تاني؟ حمض الهيدروكلوريك المخفف فوق وكربونات الكالسيوم بحطه في الدوره اللي عندي تحت. طيب هنشوف بقى هنعمل ايه كده مع بعض. هبدا افتحه وركز معايا هيقفل كده من جوه. خدت بالك بيحصل ايه؟ في فوران، في فوران تحت. طيب الفوران ده معناه ان في غاز بيتصاعد،
يا ترى الغاز اللي تصاعد هيمشي عندي في هنا في الامبوبه. الغاز ده يا ولاد انا بحضره زي ما اتفقنا، غاز ثاني اكسيد الكربون. طب انا بجمعه بايه؟ انا بجمعه، هل انا هنا جايبه زي غاز الاكسجين جايبه ميه؟ لا، انا جايبه بس مخبار او انبوبه فيها غاز الايه؟ فيها هواء. مين عندي غاز ثاني اكسيد الكربون بجمعه؟ هو بإزالة الهواء الأعلى. نشوف بقى مع بعض كده الجهاز الرسمي. يبقى انا عندي الجهاز اهوت، الدورق فيه مسحوق كربونات الكالسيوم، فوق عندي حمض الهيدروكلوريك المخفف، وبيجمع عندي غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب ملحوظه مهمه جدا، يجمع غاز ثاني اكسيد الكربون لازاحه الايه؟ ها، الهواء لاعلى. طب بيجي لي سؤال علل ويقول لي لا يجمع غاز ثاني اكسيد الكربون لازاحه الماء. ليه؟ بقول لانه يذوب في الماء. غاز ثاني اكسيد الكربون يذوب في الماء، علشان كده يا ولاد ما ينفعش اجمعه بازاحه الايه؟ الماء، وبجمعه بازاحه الهواء لاعلى. تعالى بقى نشوف مع بعض ايه خصائص او خواص غاز ثاني اكسيد الكربون. اول حاجه ان هو غاز عديم اللون والرائحه، غاز عديم اللون والرائحه، اثقل من الهواء، لذلك يجمع بازاحه الهواء لايه؟ لاعلى، ليحل محله. احنا لما جينا نجمعه جمعناه بازاحه الهواء لانه ايه؟ اثقل من الهواء. كمان قلنا ان هو يذوب في الماء، لذلك لا يجمع بازاحه الماء. لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. خامس خاصيه معايا ان يستمر شريط المغنيسيوم في الاشتعال عند وضعه في مقدار به غاز ثاني اكسيد الكربون، ويتكون مسحوق ابيض من اكسيد المغنيسيوم، ويترسب الكربون الاسود على جدران المقبره. تعالى كده نفهم واحده واحده كده الخاصيه الخامسه دي. انا بقول دلوقتي احنا خدنا قبل كده في الاكسجين ان انا لو حطيت شريط مغنيسيوم مشتعل في مغبار به اكسجين بيحصل ايه؟ بيتكون مسحوق ابيض من اكسيد المغنيسيوم. طب لو انا جبت شريط مغنيسيوم مشتعل وحطيته في مغبار فيه ثاني اكسيد الكربون، هل هينطفئ؟ لان طبعا احنا قلنا ان ثاني اكسيد الكربون ما يشتعل ولا يساعد الاشتعال، يعني بيعمل على انطفاء الحرائق. قال لي لا، مش هيطفئ، بالعكس ده هيتكون مسحوق ابيض من اكسيد المغنيسيوم، وهيترسب الكربون على ايه؟ جدران المخبار. نشوف مع بعض أهمية واستخدامات غاز ثاني أكسيد الكربون. غاز ثاني أكسيد الكربون ليه أكتر من استخدام. أول حاجة صناعة الثلج الجاف المستخدم في التبريد. الثلج الجاف المستخدم في التبريد زي الصورة دي كده، زي ما بتبين عندي. كمان احنا قلنا ان هو لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، علشان كده هستخدمه في اطفاء الايه؟ الحرائق. طبعا عارفين احنا مطفأة الحريق زي اللي في الصورة كده دي انا بستخدم ليه ثاني اكسيد الكربون؟ بقول لانه ايه؟ لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. يبقى ليه بيستخدم في اطفاء الحرائق؟ لانه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. طيب كمان بيستخدم ثاني اكسيد الكربون في صناعة المياه الغازية، المشروبات الغازية اللي هي زي البيبسي والكوكاكولا والفانتا والحاجات دي مياه غازية بيبقى داخل فيه صناعتها غاز ثاني اكسيد الكربون. كمان في صناعة المخبوزات، الخبز، البيتزا، الكرواسون، المخبوزات دي كلها بيبقى داخل في صناعتها غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب ازاي؟ عن طريق طبعا ان انا بحط حاجة اسمها الخميرة، وبيترك العجين ليخمر. طيب وبعدين قال لي لما بنضع الخبز في الفرن او في النار بيحصل ايه؟ بيتمدد غاز ثاني اكسيد الكربون، مما يجعل الخبز مسميا ومستساغ الطعم. الخبز بيكون مسامي ومستساغ الايه؟ الطعم. عشان لو سالني ليه بستخدمه في صناعه المخبوزات، ده سؤال مهم جدا، ليه بيستخدم في صناعه المخبوزات؟ بقول لانه يجعل الخبز ايه؟ مسميا ومستساغ الطعم عند تمدده بالايه؟ بالحراره. طيب بالنسبه للمشروبات الغازيه طبعا يجب عدم الاكثار ايه منها. تعالى نشوف بقى كمان خامس استخدام عندي، هي عمليه البناء الضوئي. عمليه البناء الضوئي دي عمليه مهمه جدا بتقوم بها الاجزاء الخضراء من النبات. طب ايه اللي بيحصل في عمليه البناء الضوئي؟ النبات بيمتص ثاني اكسيد الكربون وبيمتص الماء وضوء الشمس، بيقوم عمليه البناء الضوئي وينتج عندي غاز الاكسجين، وبيصنع النبات غذائه اللي هو النشا والايه والسكر. يبقى عمليه البناء الضوئي اللي النبات بيقوم بيها دي عمليه مهمه جدا، يحتاج فيها غاز ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. علشان كده لو قلت نسبه ثاني اكسيد الكربون ده برضه هيؤدي الى النبات مش هيعمل عمليه البناء الايه؟ الضوئي.
وبكده نكون خلصنا درسنا النهارده. وما ننساش سؤال المتفوقين، علل يتعكر ماء الجيل الرائق عند مرور غاز ثاني أكسيد الكربون فيه. وأتمنى تكونوا استفدتوا من درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.